حل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري ضيفا على موريتانيا بالتزامن مع ذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. وقد أشاد أبو زهري خلال تظاهرات نظمت في العاصمة نواكشوط دعما للقضية الفلسطينية، أشاد بالمواقف الرسمية والشعبية الموريتانية تجاه فلسطين. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. سامي أبو زهري القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس والناطق الرسمي باسمها يحل ضيفا على موريتانيا في تظاهرة ثقافية دعما لمسيرات العودة بمناسبة ذكرى 70 لنكبة فلسطين. وشارك في التظاهرة العشرات من ساسة البلاد والفاعلين في مجتمعها المدني وأحياها، إلى جانب الضيف رئيس مركز تكوين العلماء الشيخ محمد الحسن والددو، والذي أكد أن فلسطين هي التي تجمع الأمة بعد سقوط الخلافة. فعندما علم الله بحكمته سقوط دولة المسلمين الخلافة، عوضهم عنها قضية تجتمع عليها أفئدتهم وقلوبهم من مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي قضية فلسطين. أبو زهري أكد خلال التظاهرة بطلان قرار الرئيس الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وهو البطلان الذي عبرت عنه الجماهير التي احتشدت في القاعة الرسمية بدار الشباب القديمة بنواكشوط. قرار ترامب باطل، ومن بين جملة من الرسائل بعث بها القيادي الحمساوي عبر فيها عن قرب تحرير القدس وما يمثله وجوده شخصيا في نواكشوط من دلالات، ويعنيه من كسر قادة حماس للحصار المضروب عليهم في غزة. حيا أبو زهري الموقف الرسمي والشعبي الموريتاني من القدس وفلسطين. نحن نعتز بموقف القيادة الموريتانية والشعب الموريتاني الأصيل الذي برهن على الدوام عرق قضية القدس وعرق قضية فلسطين. تحية صاحبها إلقاء خطاب تضامنية مع فلسطين، ترضعت قدما على قمم العلا، وإلقاء نصوص شعرية وأناشيد تحيي الشعب الفلسطيني في ذكرى 70 للنكبة، والتي ظل يقدم في مسيراتها منذ نهاية مارس الماضي 10 شهداء أو تزيد أسبوعيا، تكللت بتقديم 62 يوم تدشين مقر السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي. أجرى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري مباحثات مع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد والمحم على هامش الزيارة التي يؤدي لموريتانيا هذه الأيام. وقال أبو زهري في تصريح أدلى به في ختام المباحثات إنه أطلع رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا على التطورات الجديدة في القضية الفلسطينية، كما عبر عن تقديره للموقف الرسمي والشعبي الموريتاني من هذه القضية، وأكد على تمسك الفلسطينيين بحق العودة. نحن كنا في زيارة إلى السيد رئيس الحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد. اللقاء كان لقاء إيجابي وحميمي وأخوي. أطلعنا السيد الرئيس على التطورات في الساحة الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالمجزرة الإسرائيلية في غزة، والقرار الأمريكي التصعيدي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذه التحديات، وأن الثمن الذي يدفع الشعب الفلسطيني والثمن رخيص من أجل القضية الفلسطينية. نقلنا له تحيات قيادة الحركة لفخامة سيد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأكدنا على تقديرنا للموقف الموريتاني الرسمي والشعبي، وأن أنا نشعر بحرارة وحميمية هذا الموقف إلى جانب القضية الفلسطينية. ومن خلال هذا اللقاء أكدنا أننا كفلسطينيين سنستمر بالتمسك في حقوقنا الوطنية، سنستمر في مسيرة العودة. التهديدات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية لن ترهبنا ولن تخيفنا ولن تدفعنا للانكسار أو التراجع. نحن مستمرون حتى تحقيق كل أهدافنا بإذن الله تعالى، و دعوتنا لكل أشقائنا العرب رسميا وشعبيا أن يستمروا وأن يفعلوا دورهم لنصرة إخوانهم في فلسطين.
دانا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بيان صادر عنه قمع وتقتيل الفلسطينيين العزل على أيدي العدو الإسرائيلي وآلياته العسكرية، معبرا عن شجبه القوي للقرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. وعبر الحزب في البيان الصادر عنه عن تضامنه مع الفلسطينيين وخصوصا أسر الشهداء والضحايا والمعتقلين، داعيا دول العالم وقوى العدل والسلام إلى تحمل مسؤولياتها في إزالة الاحتلال وآثاره والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين. أجرى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري مباحثات مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وقال القيادي بالمنتدى يحيى أحمد الواقف إن القيادية الفلسطينية أطلع قادة المنتدى على الوضعية في قطاع غزة. وأضاف أحمد الواقف في تصريح له أن المنتدى عبر عن دعمه للشعب الفلسطيني وعن شجبه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. كانت مناسبة مفيدة بالنسبة لنا من خلال العروض التي قدمها لنا دكتور سامي أبو زهري عن الوضعية في غزة، وطمأننا على مستوى معنويات الشعب الفلسطيني، وعبرنا له كذلك عن دعمنا للشعب الفلسطيني ومواساتنا له وعن شجبنا لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس وبنقل سفارتها إلى القدس، وهي إذن كانت زيارة ميمونة وجيدة بالنسبة لنا. طالب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداده الحكومة الموريتانية ببذل جهود أكبر في سبيل القضية الفلسطينية. وصف ولداده في تصريح أدلى به على هامش مباحثات أجراها مع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، وصف تحويل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة بأنه جرح للأمة العربية. مطالب بأن موريتانيا الحكومة الموريتانية، وهذه أول مرة أطلب من هذه الحكومة شيئا، أن يبذل جهود أكبر وأكثر تأثير إيجابي بالنسبة لهذه القضية الجوهرية المقدسة اللي هي قضية الأمة العربية والأمة الإسلامية. ولا ننسى ولا يجب أن ننسى أن القدس المقدسة الأرض التي باركنا فيها هي قبلتنا الأولى، هذا يجب أن لا ننساه. وتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ما لا شك أنه جرح الأمة العربية فرادا وجماعة. كما تبحث أبو زهري مع قيادات من حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود والبلخير، وتطرقت المباحثات التي شارك فيها قادة بالحزب للتطورات الفلسطينية الأخيرة ممثلة في العدوان الإسرائيلي الذي خلف أزيد من 2700 بين شهيد وجريح إثر الاحتجاجات والمسيرات التي خرجت رفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وتلك التي خرجت في ذكرى 70 للنكبة. احتجت المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أمام مقر السفارة الأمريكية بنواكشوط رفضا لقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة. وأكد شباب تواصل تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، داعين الحكام العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية. رسالتنا للشعب الفلسطيني أنه يصبر، أنه شعب يصبر، و عودنا دائما على الصمود، ونحن نثق في قدرتهم على دحر الكيان الصهيوني، ونثق أن القرارات الأمريكية الإمبريالية لا تغير شيئا على أرض الواقع. هم كانوا مجاهدين، كانوا مناضلين،
وسيبقون مجاهدين ومناضلين حتى يتحرر الأقصى وتتحرر كل الأراضي الفلسطينية. أعتقد أن الشعب الفلسطيني سطر أروع الأمثلة في الجهاد، وما مسيرات العودة الأخيرة إلا خير دليل على ذلك. هنا من بلاد المنارة والرباط نندد ونرفض وجود وتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتبقى القدس دائما عاصمة فلسطين إسلامية عربية. نهنئ الشعب الفلسطيني على هذه المسيرة ونرجو له التوفيق، ونرجو من ندعو من الله تبارك وتعالى أن يثبتوا ويصبر في الصبح غدا إن شاء الله رمضان، ورمضان هو شهر الفتوحات وشهر النصر بإذن الله، والنصر قريب. نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على استمرار مسيرات العودة الكبرى، ودعت الشعب الفلسطيني إلى الخروج الجمعة في مسيرة وفاء للشهداء والجرحى، وحملت اللجنة الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن المجزرة التي وقعت في غزة الاثنين الماضي، كما دعت إلى تقديم شكوى ضدها أمام محكمة الجنايات الدولية. نتابع. في مؤتمر صحفي أكدت من خلاله أن المحطة المقبلة ستكون مليونية القدس في 5 حزيران يونيو المقبل، تزامنا مع ذكرى 51 لاحتلال المدينة المقدسة في نكسة 67. دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم الجمعة المقبل تحت مسمى الوفاء للشهداء والجرحى، مؤكدة استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار دون تراجع. وطالبت اللجنة الجماهير بالمشاركة في الفعاليات اليومية والأسبوعية وصولا إلى ذكرى احتلال القدس، مبينة استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية وبناء الدولة المستقلة، منوهة إلى اعتمادها برنامج فعاليات يوميا يراعي أجواء شهر رمضان المبارك في أماكن التجمع كافة بمحافظات القطاع الخمس. كما حملت اللجنة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت بحق المتظاهرين السلميين الاثنين الماضي، داعية إلى تقديم شكاوى ضد قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب. وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أنها رفضت استلام أدوية ومساعدات طبية من الاحتلال، مبينة أنه يحاول تحسين صورته السوداء أمام العالم، قائلة في بيانها: لا نقبل دواء من قاتل أبناء شعبنا. مجددة عبر منبر مؤتمرها الصحفي رفضها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية بفعلتها تجاوزت قرارات الأمم المتحدة للحفاظ على القدس بجغرافيتها وديموغرافيتها. كما شكرت اللجنة للدول التي رفضت المشاركة في احتفالية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مثمنة موقف الدول التي طردت سفراء الاحتلال من بلادها وسحبت سفراءها لدى إسرائيل وعلى رأسها تركيا وجنوب إفريقيا.